أهلا بحضرتك. طبعا عندما تجلس وتتحدث مع الأصدقاء اللي ممكن تكون بتستضيفهم على الهواء، فإنه الحوار ما بين الأصدقاء بيختلف حبتين، ثم إنه في الفواصل بيختلف كثيرا عن في الهواء. إحنا بنتكلم عن الحوار الوطني، وأنا قلت لكم يمكن قبل الفاصل إن إحنا ضيفنا العزيز داخل الاستوديو هو ضيف عزيز جدا 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 لأبعد الحدود بالنسبة لي، لأنه هو صديق وزميل ورفيق ما بين قوسين ثقيلين. حتى هو داخل قاعد يهزر قال لي يعني دلوقتي هلبس عباءة مين، كارل ماركس ولا لينين ولا تروتسكي؟ قلت له اي حد غير ستالين يا كريم. زميلي وصديقي العزيز كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي واحد المشاركين في الحوار الوطني. منور يا كريم. اهلا بك يا يوسف. عامل ايه اخبارك؟ ايام يا يوسف والله. والله عشنا مع بعض ايام حلوه جدا يعني جدا. وهنا يمكن هاخد النضال القديم يعني بالظبط كده، ما بين ما نطلق عليه ما بين قوسين النضال القديم أو العمل الحركي في تعبير آخر، وما بين العمل السياسي عندما تهدأ الحركة أو تهدأ الحركات، عندما تهدأ الثورة ما بعد الصخب الثوري. ودي مش كلمة وحشة بالمناسبة، الثورة تحمل صخب وده ده اللي بيحصل في أي ثورة في العالم. بس ما بعد يعني أو ما بين الصخب الثوري وما بين العمل السياسي بعد هدوء هذا الصخب، تشوفه إزاي؟ أشوف طبعا إن للأسف يعني المراحل اللي مرت بها مصر من 25 يناير مرورا من 30/6 إلى وقتنا هذا، حصل شوية حالة من التفكير الراديكالي عند بعض الكيانات وبعض الأفراد، وما قدروش يحددوا طبيعة المرحلة اللي احنا فيها. بمعنى إن طبعا احنا قمنا بعمل ثوري وعمل حراكي على الأرض وميداني بشكل طويل، ولكن الناس اللي احنا كنا رفوض نمثلهم تطلعاتهم وأملهم مختلفة، مستنيين مننا دلوقتي أداء مختلف. في بعض الناس توجهوا لهذا الأداء المختلف، إصلاح الدولة، المساهمة في التنمية، إصلاح بقى سياسي وثقافي واجتماعي واقتصادي، وفي ناس تانية أصرت إن هي تفضل في حالة من الجمود، تفضل عايشة على الخيال الثوري شوية، مع ان ده مبقاش وقته. الناس مش عايزة ده، يعني طبيعة المجتمع مش عايز ده، وانت المفروض بتعكس، انت كسياسي بتعكس المجتمع وبتوصل رأيه بشكل او بآخر للدولة. فده طبعا عمل حالة من عزلة بعض الأطراف لفترة طويلة جدا. يمكن الدولة دلوقتي عن طريق الحوار الوطني بتحاول ترجع الأطراف دي لمائدة الحوار وتبني شراكة جديدة معها، وده يمكن ظهر في المشهد العظيم اللي شفناه في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، واللي أنا بسميه هو تحالف جديد بصراحة. ساعات نسميه تحالف 3/5 زي يوم الموضوع، لأنه فعلا أشبه بتحالف 30/6 اللي وقف قدام القمع، وقف قدام صح محاولة اختطاف الهوية، وقف قدام الإرهاب والدم والعنف. الحقيقة إن اللي حصل في 3/5 هو تحالف جديد هيقف قدام الفقر في تقدير، هيقف قدام الجهل، هيقف قدام التشدد والتطرف، هيقف قدام الآثار السلبية الموجودة في المجتمع بشكل كبير، وكمان هيبقى المحرك الأساسي لفكرة التنمية، لفكرة التقدم، لفكرة إن إحنا فعلاً نرسخ مبادئ ديمقراطية بشكل مختلف شوية، شكل يتناسب مع الواقع المصري ومع المجتمع المصري. وده طبعاً بيفرض على الناس مسؤولية كبيرة، مش بس على الناس، بيفرض على الدولة كمان مسؤولية كبيرة، لأن توقعات الناس من الحوار الوطني، وده يمكن أول حدث في تقديري الشارع المصري يهتم بيه هذا الاهتمام البالغ، يمكن علشان هو حاسس بقلق. مش هنقول طبعا ان القلق ده بس عشان العالم واللي بيحصل والاقتصاد ومعرفش ايه، ولكن مصر حقيقية فيها مشكلة، يعني مصر داخليا فيها مشكلة، والناس من هذا المنطلق عقد امال كبيرة جدا على الحوار الوطني، وعقد امال كبيرة جدا تحديدا لما بيشوفوا حوالينا النيران بتشتعل من جديد زي اللي بيحصل في السودان، نخلص من ليبيا يولعونا السودان، نخلص معرفش من ايه الكلام اللي بيحصل ده. فالناس ابتدت تحمل كل الأطراف المسؤولية، بس هنا السؤال بقى، هل الناس دي هتقدر فعلا تتحمل المسؤولية؟ هل الحوار الوطني هيمشي في مسار منطقي، مسار عملي، مسار فعلا بيهدف في ترتيب أولويات العمل الوطني زي ما الرئيس طلب، ولا هنفضل بنستخدم بقى الشعارات والكلام الكبير
ويتحول بقى لجدلية الطبلة والربابة. ها، ناس تقعد تقول لك كل حاجة كويسة وناس تقعد تقول لك كل حاجة وحشة. ده طبعا كلام في الأول والآخر مش وصلنا لحاجة، يعني هنفضل في نفس الموضوع، وأمال الناس اللي أنت المفروض تمثلهم كحزب أو كسياسي أو كمجتمع مدني حتى أو كخبير مش هتحقق. وساعتها العيب مش هيبقى على الدولة بس، لكن هيبقى العيب على المشاركين. الحقيقة إن جدية الحوار واللي هيطلع منه ومخرجاته يعني هو هيتبني على أساس مشاركة الناس. الدولة بالفعل من أول لحظة أكدت بحاجات كتيرة جدا إن هي منفتحة على أي رأي، عندها الإرادة الحقيقية إن هي تنفذ حاجات جديدة، عندها الإرادة الحقيقية إن هي تعمل انفراجة في حاجات كتير إن هي إن هي تبني شراكات مع أطراف كانت منعزلة فترة طويلة جدا. على الطرف الثاني إن هو زي ما الدولة مدت إيديها هو كمان يمد إيديه، ويمد إيديه بدون افتراضات مسبقة. يعني شوية أنت ما جربتش، وحتى لو ما جربتش أنت المسار نفسه بيقول لك إن في حاجة مختلفة بتحصل. مش بس الحوار أو فكرة الإعلان على الحوار، ولكن من قبلها بشوية احنا بنتكلم على إن احنا قانون الطوارئ اتلغى. صح. قانون التظاهر اتعدل. اطلقت إسراجية وطنية لحقوق إنسان. بقى في لجنة عفو بتخرج الناس. موضوع إن الرقابة القضائية ترجع على الانتخابات. كل دي مؤشرات بتقول إن في محاولة حقيقية وإرادة حقيقية لخلق مناخ ديمقراطي ولخلق حالة من العمل الجماعي. طيب ده يخليني أسألك على إنه بال 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 بالتصورات أو الأبعاد الكلاسيكية جدا، ما الذي يدفع دولة قوية صاحبة سيادة كاملة داخلا على أراضيها خارجا على حدودها ماشية في مسارات اقتصادية إلا إذا أو إذا لما ننحي الأزمة بتاعت كورونا أو الحرب، فمشى في مسار اقتصادي جيد جدا، المنحنى بتاعها صاعد باعتراف الكل. صحيح. عندها توافق عام حتى ما بين المشاركين في العمل السياسي، إلا أنها تقول على لسان رئيسها وقيادتها السياسية احنا عاوزين نعمل حوار وطني وعاوزين نعمل إعادة تفعيل للجنة العفو الرئاسي. في الحالات العادية جدا زي كنت الكلاسيكية هي مش محتاجة تعمل ده. هو الحقيقة ده توجه دولة في تقديري من أول لحظة، لأن لو تفتكر يا يوسف الرئيس من بعد تولي السلطة هو قام بلقاء مجموعات كتير. صحيح. قابل الإعلاميين، قابل شباب الإعلاميين، قابل شباب، قابل رجال أعمال، قابل حتى الأحزاب دي في فترة. مظبوط. يعني بعد ما تولى الحكم على طول وابتدى حوارات نوعية شوية، يعني يمكن ركز مع الشباب لأن هي الفئة الأهم، وعمل فعاليات كتيرة الشباب اتكلموا فيها وقالوا رأيهم في كل حاجة تقريبا. المرأة كان ليها فعاليات برضو، ذوي الاحتياجات الخاصة، الكلام ده كله ابتدى يفتح نقاشات نوعية. وكانت المرحلة دي هي مرحلة استثنائية شوية، كان في ناس بتموت كل يوم وإرهاب. صحيح. وانفجارات وي وي وي. وده في أي دولة في العالم لما ده بيحصل، يعني احنا بنشوف مثلا في فرنسا، انجلترا، أي دولة لما بتحصل عملية إرهابية دائرة الاشتباه بتوسع جدا، درجة ان انت ممكن يتقبض على كل العرب اللي موجودين في مدينة ما اللي حصل فيها الموضوع، وده حصل كتير يعني. والانغلاق السياسي يشتد على طول. بالظبط. فده كان حاصل في مصر في مرحلة اول ما ابتدينا ان احنا نحقق مكاسب ومؤشرات الحرب على الإرهاب تبقى مؤشرات إيجابية جدا، ابتدت الدولة تتوجه لحالة الانفراجة في الحريات، سواء عن طريق لجنة العفو الأولى أو الثانية أو عن طريق بعض القرارات المهمة جدا اللي هي ابتدت تاخدها واللي العالم أشاد بيها. يعني الغريب إن أنت برضو لما تشوف دول كانت طول الوقت بتهاجمك في ملف حقوق الإنسان وتشوف موقفهم دلوقتي زي ما حصل مع وزير الخارجية الأمريكية بالظبط بلينكن، وزي ما حصل في الكوب يعني قمة المناخ والناس اللي قبل الرئيس ما حدش اتكلم في الموضوع. هنا وتشوف رد بعض الناس او الكيانات او الاطراف المصريه على ده تحس بتناقض غريب قوي. يعني انت في دول كانت ماسكه طول الوقت موضوع حقوق الانسان ده وعماله تقول الحق الحق الحق، ودلوقتي تقول العكس. في الوقت اللي بتقول في العكس انت جوه مش عاجبك. صحيح. فده طبعا حاله من
التناقض الكبير الغير مفهوم. يعني لجنة العفو دي الحقيقة إن هي بتحاول تقوم بدور مهم طبعا، والدور ده خطر. يعني إحنا شغالين وفي طول الوقت فعلا مرعوبين من فكرة إن يتسرب أي حد لقوائم لجنة العفو. حد إرهابي بتاع ساعتها صحيح. إحنا بندور البلد، فإحنا بنقوم بعمل في منتهى الدقة. الله ينور عليك، فبنقوم بعمل منتهى الدقة. في نفس الوقت مفيش تقدير لده من بعض الأطراف، وده بالنسبة لنا يعطل شغل لجنة العفو، مش يخليها ماشي كويس. لأن دعم لجنة العفو وإن الناس تبقى في ظهرها ده جزء أساسي في شغلها. الحاجة التانية، إحنا لجنة العفو مش دورنا إن إحنا الرئيس مثلا ده مفتاح السجن يقول له روح افتح السجون. لأن لو المنطق ده موجود يبقى اللي جوه السجون دول ناس بريئه، يعني كل اللي جوه السجون ناس بريئه، وده مش حقيقي. يعني يعني في ناس احنا شفناها وعصرناها بتقوم باعمال عنف، بتقوم باعمال تخريب. احنا الاخوان دول والارهاب واللي حصل ده كله، طب الناس راحت فين؟ ما هم دول جوه السجون. انا عايز اقول لحضرتك يا يوسف ان فعلا احنا بيكلمنا ناس في لجنه العفو بتبقى قايمه بعمليات ارهابيه، وبالرغم من كده عايزين عفو وشايفين نفسهم بريئين. يعني غريب جدا جدا جدا، هو عقيدتهم كده يا جماعه. يعني وبعدين معلش ما فيش حد يقول نفسه انا ارتكبت حاجه، او يعني كل الناس يقول لك انا بريئه، مش هيطلع يقول انا قاتل بالظبط او انا عملت او انا فعلت. فالموضوع مش بالسهوله اللي الناس متخيلاها، والغلطه فيه فعلا ممكن تؤدي الى كوارث. فالتأني والتدقيق والرجوع للاجهزه الامنيه واستطلاع الاراء من الاطراف المختلفه حوالين كل اسم ده مهم جدا، وإلا هنتسبب في كوارث. هفكر معاك بصوت عالي لحد ما نروح، يعني احنا هنخش فصل، بس عايز أفكر معاك فعلا بصوت عالي. أنا عندي علم ما يصل إلى درجة اليقين أنه كان في مطالبة من أطراف من المعارضة في بدايات الدخول في مسألة الحوار الوطني على ضرورة العفو عن أسماء بعينها، ضرورة العفو عن أعداد هم قدروها بالمئات، وإنه إذا حصل كده فإنه يبقى لجنة العفو فعلا داعم رئيسي للحوار الوطني وتدلنا المزيد من الثقة في استمرارية وجدية هذا الحوار. فوأنا بشوف بلاقيت إن الأسماء اللي طلبت أو اللي اتحطت وكأنها شريطة خرجت، ولقيت صحيح. إنه الأعداد التي قدرت بمئات وصلت لأكثر من 1400 بني آدم، صححني لو أنا غلطان أرجوك. وبالرغم من ذلك احيانا اجد شيء من التشدد في بعض الاحوال، واجد البعض الاخر يستسلم لابتزاز سياسي ما في احوال اخرى. ارجو تصحيحي مع الشرح، ولكن بعد الفاصل استنونا. طيب أهلا بحضراتكم مرة تانية، وكل الترحيب بضيفي الكريم العزيز الصديق الرفيق كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي وأحد المشاركين في الحوار الوطني. أنا وقتها قلت لك لو سمحت صححني مع الإيضاح. طيب هو فعلا يعني بعض الأطراف كان عندها بعض الأسماء اللي شايفة أن هي خروجها مهم وهيدعم مشاركتهم، ما كانش شرط قوي، كان مجرد ضمانة في رأيهم. ولكن هنا في برضو نوع من التناقض الغريب قوي، لأن الحوار هدفه هو أن أنت تحل المشاكل من جذورها، أحد أهدافها. ويمكن في مشاكل متعلقة بملف السجناء الرأي وحقوق الإنسان دي مطروحة بقوة في الحوار الوطني. كان لجنة حقوق الإنسان اللي موجودة والمواضيع اللي هي طرحاها مواضيع أصلا ما كانش حد يفكر أن هي حد يتكلم فيها. الناس بتتكلم في التعذيب، يعني عايز إيه تاني؟ فهنا طيب الأولى إن أنا أعطل هذا المسار المهم جدا علشان اسمين ثلاثة، ولا الأولى إن أنا أدخل وحل كل المشاكل اللي هي عاملة أصلا مشكلة السجناء السياسيين؟ بمعنى حاجة زي قانون الحبس الاحتياطي لو مسبب أزمة طيب الأولى إن أنا أوقف هذا المسار علشان اتنين ثلاثة، ولا لو انا اخش اغير قانون الحبس الاحتياطي واعدله عشان اقفل الموضوع خالص وما يحصلش بقى الازمه دي ونفضل
كل يوم، اصل مين حبس، اصل اللي خربوه، اصل الكلام اللي بيحصل ده. تغيير جذري حقيقي بالزبط. وهيكلي افضل 30 مره من ان انا اتكلم بالزبط. على فرد او 10 بالظبط. وبعدين الحقيقه ان الظرف الاستثنائي، احنا بس ما بنتكلمش على مشاكل داخليه، لكن انت بتتكلم على كل مفكرين العالم خلاص اتفقوا ان هذا العالم في نظام عالمي جديد بيتشكل. ونظام عالمي جديد ده فكل دول عالم تدفع ثمن اقتصادي واجتماعي وكل حاجه. طيب في اقليم عندك بيولع، في مشاكل داخليه بتتزايد، طيب ده اوقف حوار وطني بيدعو ان انا الحق نفسي ويبقى الناس متوافقه كلها هنعمل ايه مع كل القضايا دي وهنعمل ايه وهنعمل ايه، ولا عشان اتنين تلاته برضو او مجموعه من الناس مع احترام الاسماء طبعا. ولجنة العفو قالت من اول لحظه ان هي منفتحه على الجميع، صحيح، بس كل ملف ليه خصوصيته طبعا، ومحدش قال ان محدش هيخرج بالمناسبه، يعني الاسماء اللي اتقالت دي اتقالت هتخرج، بس هي مساله وقت، مساله وقت، لان في ناس عليها اكتر من قضيه، في ناس عليها غرامه، يعني احد الاسماء مثلا عليه غرامه 10 مليون جنيه يعني هنخرجه ازاي؟ فحاجات بالشكل ده هي اللي معطله الدنيا شويه، بس في ان احنا نخرجهم. طيب وعشان تضمن خروجهم خش وشارك وغير القوانين وغير الوضع اللي عامل اصلا الازمه. ها وساعتها ده هيحصل بشكل تلقائي، عشان يبقى في عندي معايير ببني عليها وخلاص بالزبط. ما يبقاش المسألة متعلقة بأنه مين ليه عزوة وصوت ومين غلبان ملوش. والحقيقة كمان يا يوسف أن تطلعات الشعب المصري مختلفة عن تطلعات السياسيين، يعني ملف حقوق الإنسان ملف مهم جدا وجزء من الاستقرار السياسي وجزء من الاستقرار الاقتصادي وكل حاجة، بس الشعب المصري مهتم بحاجات تانية خالص. طيب. في الحوار الوطني تعالى عند النقطة دي هناخد معانا على التليفون سيادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. أهلا 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 بحضرتك. ازيك يا سيادة النائب؟ عامل إيه؟ كله تمام؟ تحياتي لحضراتكم. ومعانا داخل الاستوديو أستاذ كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي وطبعا مشارك في الحوار الوطني، وكنا بنتكلم عن ملف حقوق الإنسان تحديدا يا طارق بيه، وإلى أي مدى بتشوفه تحديدا بقى كلجنة حقوق الإنسان وكرجل مسؤول عن هذه اللجنة أن هذا الملف تحديدا أنه لجنة العفو الرئاسي هو ضاء حالة داعمة للجنة حقوق الإنسان وهذا الملف الحقوقي المصري بشكل عام؟ اسمح لي يا سيادة النائب قبل ما حضرتك تبدا كلامك انا احب اتوجه بالشكر لسيادة النائب بصراحه عشان بيقوم معانا بمجهود رائع في لجنه العفو واعاده هيكله حقوق الانسان في مصر بشكل عام. يعني نشكرك كريم بكتر خيرك، طبعا شهاده يعني اعتز بيها، وطبعا يعني اللي حصل خلال الفتره الماضيه مش مجهود فردي او مجهود سين او صاد، هو مجهود دوله وكيان حريص جدا على ارساء اركان حقوق الانسان في نصابها الذي يعني نصبوا إليه خلال الفترة اللي فاتت. طبعا زي ما حضرتك عارف أنه بعد في ضوء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما أتى في طياتها من تشريعات لازمة لإرساء قواعد حقوق الإنسان بشكل عام والإجراءات التنفيذية التي تحدث على أرض مصر، وتتبع إطلاق الاستراتيجية في سبتمبر 2021 إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 22 أعقب هذا أيضا إطلاق مبادرة الحوار الوطني واللي احنا بنشوف يعني بقورة أعماله تم إطلاقها من أسبوع، وأنه بكرة إن شاء الله أول جلسة مشاركين فيها في محور حقوق الإنسان. مما لا شك فيه طبعا أن هناك تحديات، ولابد أن نعترف أن هذه التحديات أتت في أعقاب ثورتين، تغيير لأنظمة سياسية، تحديات اقتصادية، تحديات أمنية، وتمخض عنها جرائم. يمكن صلب عمل لجنة العفو الحقيقة، والواحد يعني عايز برضو أنتهز هذه الفرصة وأثمن على المجهود المضني التي تقوم به هذه اللجنة بكل تشكيلاتها وتفاهمهم لمواقف كثيرة، ويمكن ده انا لمسته من قوائم احنا بنبعتها لهم. لغايه دلوقتي تقريبا 90% من القوائم اللي احنا بعتناها خرجت. كل ده احنا بنشوفه نتاج او محصله قويه جدا قادره على ان تكون مرآه ايجابيه للواقع الحالي في مصر فيما يخص ملف حقوق.
طب سيادة النائب، يمكن انتوا تحديدا في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بتبقوا يمكن المقياس الأكثر حساسية لردود الأفعال بتاعة البرلمانات غير المصرية، وكذلك ردود الأفعال لأي جانب في العمل السياسي على المستوى الدولي، أي دولة، وزارات الخارجية بلجانها المعنية بهذه الموضوع بهذه الموضوعات وما إلى ذلك. إلى أي مدى بتشوفوا أنه فاعلية لجنة حقوق الإنسان، لجنة العفو الرئاسي من جهة، وبدء انطلاق جلسات الحوار الوطني من جهة أخرى داعمة لملفكم؟ هناخد واحدة واحدة لأنه سؤال حضرتك متفرع. أيوه. بداية الانتشار في البرلمانات الدولية سواء على المستوى متعدد الأطراف متمثل في البرلمان الدولي أو اللقاءات الثنائية ما بين برلمان لبرلمان أو برلمانين لبرلمانين، احنا شفنا تطور كبير جدا في الملف ده، ويمكن كان حاضر معايا عضو لجنة حقوق الإنسان ووكيل اللجنة وأيضا عضو لجنة العفو الرئاسي محمد عبد العزيز، كان معايا في زيارة لبرلمان الاتحاد الأوروبي، والحقيقة ثمنه كثيرا على ما تم من إنجازات خاصة بملف تفعيل لجنة العفو الرئاسي. ويمكن من محاسن الصدف ان واحنا في ظل جلسه الاستماع اللي كانت منعقده ورد لنا قائمه صدر عنها العفو في يعني خلال الاجتماع بتاعنا، وطبعا يمكن احنا بنقيس ده في ظل البيانات التي تصدر من برلمانات مختلفه او لقاءات مع برلمانيين اخرين سواء في القاهرة أو في الخارج. أهم ما يعني يستوقفنا أننا نعترف أن لدينا تحديات، والتحديات إحنا بنعمل عليها وهم بيشوفوا نتائج. صحيح. يعني النهاردة مش بس حقوق الإنسان الممارسة السياسية أو الملف السياسي أو مباشرة الحقوق السياسية فقط، ولكن أيضا هناك حقوق أخرى سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية نحن نعمل عليها، وهناك مبادرات تم إطلاقها وبنشوف نتائج الكلام ده سواء كان في إطار مثلا حياة كريمة أو القضاء على فيروسات أو مكافحة فيروسات. ويمكن عايز أنتهز الفرصة دي وأشيد بالمبادرة الخاصة بعلاج فيروس سي، حيث أنني كنت مريضا بهذا الفيروس واستفدت من المبادرة التي تم إطلاقها بتوفير العلاج الخاص بفيروس سي. أنا بتكلم ده على سبيل المثال للحصر، لأنه لدينا في مصر ما يقرب من 12 مليون مصري كان مريضا بهذا الوباء. صحيح. هو مش مرض، هو وباء، لأنه أقل ملايين طبعا من المجتمع المصري. وخلي بال حضرتك أن معايير حقوق الإنسان في الخارج تختلف تماما عن معايير طبعا حقوق الإنسان في مصر. يعني على المثال، على سبيل المثال للحصر، هناك دول ليس لديها مشاكل خاصة بالخدمات الارفاقيه وما الى ذلك. نحن لدينا بعض الدول، بعض المراكز والقرى لديها ليس لديها مثلا مياه صالحه للاستخدام الادمي او خدمات خاصه بالرعايه الصحيه او خدمات تعليميه او خدمات مرفقيه. طب ازاي هخلق مجتمع ايجابي يصنع الفارق لمجتمع خارج من الثورتين دول ويريد التغيير بالايجاب بدون توفير أبسط حقوق للإنسان وهو الحق في الحياة؟ طبعا هي المسألة معيارية جدا. صحيح. يعني أنا عايز أشكرك أولا سيادة النائب، كل الشكر للنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. مسألة معيارية يعني تختلف على حسب خصوصية الدولة أو الإقليم أو القارة بالزبط أو المنطقة وظروفها السياسية والاقتصادية والصحية والمعيشية، حدوتة طويلة جدا. هرجع مرة تانية على الحوار ولجنة العفو الرئاسي. طيب خليني هنا أسألك كرفيق، وأنا الحقيقة ده يعني هشارك المشاهد في ده، رجل احنا حتى زي ما يصح كده يتقال في وقت العمل الحركي نصفه بأنه متشدد جدا في آرائه اليسارية. صح. وبعد شوية بنشوف، ودي هنا مش معابة ولا في نفس الوقت إطراء، لكن التطور الطبيعي للبني آدم أنه يدخل في مراحل النضج السياسي وصولا إلى ما بعد زي ما كنا نقول صخب ثوري، انتهاء العمل الحركي إلى آخره. طب وشارك في الحوار الوطني وفي نفس الوقت أجد أنه مش هصف بأنه من لا ناقة لهم ولا جمل، ولكن هم الآن أكثر تشددا ويقولوا لا نحن لا نجلس على مائدة مع الدولة ولا نتناقش واللقاءات الأربعة واللقاءات الخمسة واللقاءات التسعتاشر.
ليه كريم السقا شارك في الحوار وليه اخرين ما بقولش اقل من كريم السقا ولكن قد يكونوا اقل في الخبره واقل في المشاركه عندهم تشدد ما؟ طيب يعني هننطلق من فكره الرفيق وفكره تجارب العالم في اليسار في العالم. يعني احنا عندنا مثلا دوله زي الصين ده مفروض دوله شيوعيه في الاساس طبعا. تعال نبص على النظام الاقتصادي هل هو بينفذ الشيوعيه بحذافيرها زي ما الكتاب القديم بيقول؟ أكيد لا. روسيا اي تجربه موجوده في العالم. فهنا نقدر نقول ان الفكر اليساري في حد ذاته هو فكر قابل للتجديد وده اللي حصل في العالم. يعني في مصر للاسف اي حد حاول يجدد الخطاب اليساري هجم هجوم شديد جدا بضراوه. بالظبط. ودي ازمه في حد ذاتها لان يعني احد اهم فلاسفه العالم كانت لما جه اتكلم عن النقد قال لك ده احد او اهم اداه عرفها الانسان لبناء الانسان. يعني ما فيش انسان هيتبني من غير ما يتعرض للنقد. مفيش فكر يمشي صح غير لما يتنقد. وده هنا في مصر ازمه شويه فيها. يمكن دي احد اهم قيم التقدم اللي العالم توافق عليها ان انت تتقبل النقد. الناس متشدده يمكن دي طبيعه غريبه شويه في مصر ودي تلاقيها في كل حاجه. تعالى مثلا الاحزاب السياسيه هنلاقي ان الحزب هو فيه اكتر من دوله والدوله في مصر هي دوله فكر شويه. يعني هنلاقي فكر دوله الرئيس عبد الناصر وفكر دوله الرئيس السادات وفكر دوله مبارك وفكر دوله الاخوان وفكر دوله الرئيس السيسي في كل مؤسسه وكل كيان في مصر. الافكار دي بينها تناقض ويمكن المعدل العمري كمان بيفرق كتير. احنا بنشوف مثلا معظم قاده السياسه في مصر هم خريجي التنظيم الطليعي والاتحاد الاشتراكي. التجربه دي طبعا ودي تجربه مختلفه جداً. تجربه الكيان الواحد او التيار الواحد السياسي اللي موجود فده خلاهم يفكروا بطريقه مختلفه. المايند سيت نفسها او ثقافه الشخص طريقه تفكيره اتربى ونشا سياسيا في مرحله مختلفه. بيجي يتعامل مع مرحلة فيها تعددية كبيرة في الأحزاب زي اللي موجودة حاليا وفيها أدوات كتيرة طلعت زي إنترنت بقى وسوشيال ميديا وعالم حر وكلام بالشكل ده. طبعا بيحصل الـ يعني الصدمة الحضارية اللي هي إيه. طب أنا مش متربي على هذا الكلام متربي على كلام تاني. فده طبعا بيعمل حالة من الجمود شوية في تفكير الناس. بعض الناس برضه ما زالت بتتعامل بفكره التنظيم السري يعني طب يا جماعه احنا في عصر اصلا تليفونك اللي انت ماسكه ده يعرف عنك كل حاجه فيعني تنظيم سري ايه ده انتهى. فاحنا تجديد الفكر نفسه ويمكن كمان استيعاب افكار الشباب ده مهم. في دلوقتي يمكن بعض اطراف المعارضه نفره للشباب تماما يعني مش موجود شباب في كياناتها. طب ليه ده؟ ده غلط ده حقيقي ده شيء يؤدي لكارثه في الاخر ان الكيان ده في وقت من الاوقات هيموت مش هيبقى فيه الدم اللي بيجدده. صحيح. واستيعاب الافكار دي يعني احنا يمكن هتشوف ان طبعا الاجيال القديمه شويه عندها افكار ممكن على الحوار عندها فروقات مسبقه ما اعرفش ايه لكن الاجيال الجديده متحمسه جدا. يعني الشباب كلها محدش رفض مشاركه في الحوار بالعكس من اول لحظه ده اللي كل الشباب عايز يخش عنده اقبال على المشاركه لان هم شافوا تجربه مختلفه. هم عاصروا تجربه مختلفه اتعاملوا في ده يعني شافوا ان في كل مراحل اللي حصل في مصر الحقيقه ان كان مفيش حاجه بتتحل احنا ما بنقعد نتفق. مفيش حاجه بنوصل لها لما بنقعد نتفق. انت يمكن يوسف حضرت معانا اجتماعات كتير من الشباب فعلا كنا في الاول ممكن نبقى مختلفين متناقضين كل واحد بيتحرك في حته. اول ما نقعد الشيء يتنفس. صحيح. ودي طبيعه الامور بس. يعني الشباب لما الشباب عارفين ده بتشارك الافكار بالظبط. الشباب عارفين ده عارفين ان هم لما يقعدوا يتفقوا على حاجه هتنفذ. صح. في اطراف ثانيه شايفه لا احنا الحاجه تنفذ قبل ما نخش. طب انت هتخش ليه ساعتها؟ طالما يعني اتنفذت القعده بقى هتخش اتكلم في ايه بقى؟ بالظبط. وهنا شويه تحس والله ان احنا يعني مصر شويه وده لازم نعترف بيه. يعني يمكن اللي كتبوا عن طبيعه العقل المصري ماشي اتكلموا على فكره غياب قيم التقدم في مصر اللي هو جزء من الخطاب اليساري بالمناسبه طبعا واللي هو اساسها الحوار. يعني ما فيش تقدم بيحصل لما يحصل حوار بين اطراف المجتمع
والحوار ده بقى يبتدي ايه حواليك كده، يبقى فيه بعض القيم اللي تكمل ده وتعززه، زي مثلا قيمه الوقت، احترام الاخر، فكره ان المؤسسه، ثقافه المؤسسه مش ثقافه الشخص. احنا في مصر ما زلنا بنقول ان الشخص هو كل حاجه، ما ده غلط يا جماعه. احنا دوله كبيره جدا، ليه كل حاجه محموله لشخص واحد؟ ليه ما بنروحش لمشكله المياه الوديه بتاع الميه، ومشكله الكهرباء الوديه بتاع الكهرباء، ومشكله ما اعرفش الوديه ايه؟ ما هو ده اللي المفروض يحصل. هي فكره انعدام مش الافق، لكن هدم الاساس بتاع التقدم، الا وهو انه الامور لازم تفضل طول الوقت في حاله التطور. وده معلش قبل بس الموضوع ما يخلص، احنا في الحوار الوطني لو فعلا فكرنا من منطلق الطلبات المستحيله مش المنطقيه القابله للتنفيذ، مش هنوصل لحاجه. ابدا بالمنطقي وحققه، وبعدين نقعد نفكر في هذه المستحيلات ازاي تمنطق. في الاول والاخر زي ما قال يعني شاعرنا الكبير عبد الرحمن الشرقاوي في قصيدته الحسين حسين ثائر وشهيد، قال لك الكلمه نور وبعض الكلمات قبور. فالحوار الوطني ده كلامك فيه اما ينور الطريق لهذه الامه وللبلد، او اما ان هو فعلا ممكن يعمل قبر في اماه تدفن فيه. لا قدر الله. وهنا كل الامل. دي مسؤوليه على كل واحد يشارك في الحوار. صح. ان هو كلامه ورايه يبقى نور ينور للبلد، مش اي حاجه تانية. لعلهم يدركون. اللهم امين. انا بشكرك يا كريم، نورت وشرفت حقيقي. أنا يعني سعيد جدا والله، في لجنه العفو ووفقكم في الحوار إن كمان شاء الله. وكده كده هنتقابل كتير بقى خلال لجنه العفو. انت الناس اللي خرجوا من لجنه العفو هم اللي بيقودوا بعض الجلسات في الحوار، هم اللي كان ليهم كلمه في الجلسه الافتتاحيه، هم اللي الرئيس اوصى بدمجهم بشكل كبير، وبالرغم من كده في ناس هجمت الدمج ده ودلوقتي بيشكروا فيه. ما هي دي طبيعة السياسة. كل الشكر صحيح. مرة تانية لزميلي ورفيقي وصديقي العزيز كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي وأحد المشاركين في الحوار الوطني. بالمناسبة يا جماعة بس عشان نبقى فاهمين، هو زي ما كان بيشرح كريم، هو اليسار مش المفترض أنه يفضل جامد، بدليل أن لو حضرتك جيت قريت المقالات بتاعت كارل ماركس وجواباته اللي صحيح. كان بيبعتها لفريدريك أنجلز صحيح. في نقد هيجل على سبيل المثال للحصر يعني وفي نقد السابقين عليه من مفكرين لو صح تعبير أيضا الاشتراكية، علشان تعبير الاشتراكية العلمية ده تعبير تاني، المهم يعني حدوتة، هتفهم أنه هو أجيال بتنتقد أجيال بالزبط. سابقة لتطور أفكار قد تأتي لاحقة إلى آخره. ده طبيعي. مسألة أنك تظن أن أنت يساري شيوعي ماركسي على نفس النهج اللي أنت قريت، لو كنت قريت الكتاب الأولاني لما كان عندك 15 سنة، دي كده مصيبة بالمناسبة. أستاذ يوسف، إحنا بنتكلم في تجديد خطاب ديني. يعني مش هنجدد خطاب اليساري ولا الليبرالي ولا أيا كان يعني. والله حلوة. طبيعي يعني. طيب هو خلصت الحلقة يا جماعة لحد كده، وكريم رمزي هيبقى داخل حالا دلوقتي وبرنامجه رقم 10. كل شكر مرة تانية لزميلي وصديقي العزيز كريم السقا. وخلصت الحلقة، لو بكرة إن شاء الله كان لنا العمر هنتقابل معاكم وبرنامجكم التاسعة. سلام عليكم.